اهلا بكم بناتي وابنائي، طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية، ابنائي وبناتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا انتوا وحشتوني جدا، وانا عارف ان انتوا مستنيني وانا مستنيكم. طبعا كان في مجموعة من الاسئلة كنت بتابعها معاكم على الفيس بتاع البرنامج مدرسة على الهواء ابتدائي واعدادي، وطبعا كان في مجموعة من الأسئلة، وكنت عملت معاكم كده، قلت لكم هقول لكم أساميكم: الحسين أشرف وهدى دربك وعبد الرحمن صلاح وخالد، أنا أقول بس الاسم صح، وخالد المغلاوي ووليد رجب، حسام محمود، أحمد عبد اللطيف، صلاح أشرف، هلال محمد، محمود أبو عال، تقى، يوسف الشهاوي، أحمد ثروت، في ناس كتير الحقيقة واسئلتهم. انا طبعا لما نزلت لكم على الفيس عايزين اني درس، انتوا اخترتوا يعني حوالي اكتر من 80% قالوا الكسور الجبريه. عشان كده احنا استضفنا استاذنا واستاذكم الاستاذ محمد حسن، خبير الرياضيات بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ عادل، واهلا باعزائي طالبات وطلبه الشهاده الاعداديه في برنامج مدرسه على الهواء. طيب ابنائي وابنائي، تعالوا نشوف الاول يعني ايه كسور يعني الكسور الجبريه، يعني ايه كلمه كسر يعني بسط ومخاط. وخلي بالكم قبل ما نتكلم في اي حاجه، احنا ناس عاقلين، تمام يا استاذ محمد؟ اذا ما ينفعش نقول كلام ليس له معنى، تمام؟ واحنا عارفين ان القسمه على صفر ليس لها ايه؟ معنى. ليس لها معنى. فاذا قلت لك خمسه على سين يا استاذ محمد، تمام، خمسه على سين. على سين، طيب سين دي بقى تاخد اي عدد حقيقي ما عدا صفر. طب ازاي يا استاذ محمد؟ يعني اكتب ايه خمسه على سين؟ يعني لو كتبت كده مثلا خمسة، أيوة، على سين، تمام، ممكن خمسة على واحد، خمسة على اتنين، خمسة على تلاتة، خمسة على سالب واحد، خمسة على، لكن يعني خمسة، أنا قدامي كل الأعداد الحقيقية أخد منها بس ما أخدش اللي يخلي المقام يساوي صفر. في الحالة دي ليس لها معنى. عندما إيه؟ لما السين تساوي صفر. نكتب عندما سين تساوي إيه؟ سين تساوي صفر. عشان كده أنا هاخد الحتة دي وأقول له إن مجال الاختيارات قدام استاذ محمد، خد كل عدد حقيقي ممكن تبقى سين بي، ممكن تبقى واحد باتنين بعشره بثلاثه ونص بجذر خمسه، اي عدد ما عدا ان سين بصفر. ليه؟ قال لي المقام لما يبقى صفر تحصل مشكله. فعشان كده قلنا المجال بتاعي ان انا هاخد اي عدد ممكن اغير بيه سين، اعوض بيه بسين، الا ما يجعل المقام يساوي صفر، وده بقى بسميه مجال الكسر الجبري. كسر الجبري. طب تعالوا نشوف كده بناتي وابنائي، تعالوا نشوف مع بعض، مجهز لكم بونبونيه حلوه وسريعه عشان نراجع الكسور الجبريه بسرعه. عندي الداله الكسريه، نشوف كده بيقول لي ايه، يعني ايه داله كسريه؟ زي ما اتفقنا داله كسريه هذه الداله نون سين، بسطها داله ومقامها داله. المجال بتاعها هو كل الاعداد الحقيقيه ما عدا اصفار المقام، يبقى مجال الداله الكسريه هو كل الاعداد الحقيقيه بس تشيل منها اصفار المقام. يبقى مبدئيا بناتي وابنائي، اول ما تجي لي حاجه لازم اجيب الاول مجال الداله، يعني انا عايز اتكلم في داله كسريه بسط وايه ومقام. يعني مثلا استاذ محمد بيقول لي ايه، عين مجال الداله الكسريه نون س تساوي س تربيع زائد 4 س زائد 3 على 8 س اس 3 زائد 1. عايز نعين المجال، نعين المجال ازاي؟ المجال هو ح فرق مجموعه اصفار المقام، تمام. طب عشان اجيب بقى اصفار المقام انا هاخد المقام واساويه بالصفر، تمام، او بطريقه ثانيه ان انا بحلله، طيب، تمام. أنا لما اسويه بالصفر، بس قبل ما تكمل حياتك، تمام. ايه ده شكله جاي في خيار من في متعدد، في خيارات من متعدد، تمام. فهو اختار الح فرق سالب واحد على سالب واحد على اتنين. طب ادي انا عايز اثبت اهو، فهقول له نضع المقام يساوي صفر. طيب يبقى الايجاد المجال نضع المقام يساوي صفر، تمام كده يا استاذ محمد؟ تمام. يبقى طب نسحب اهو، يبقى 8 س اس 3 زائد 1 زائد 1 يساوي صفر، تمام. تمام، هتبقى 8 س اس 3 تساوي سالب 1، تمام، يعني اجيبها الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، باشاره مخالفه، تمام. ومنها س اس 3 بتساوي سالب 1 على 8، تمام. يبقى اذا س اس 3 اهي تساوي سالب 1 على 8. طب ايه رايك كده؟ تمام، تمام، انا بنفذ اللي بتقول عليه، اتفضل. يبقى س بتساوي الجذر التكعيبي للعدد اللي هو سالب 1 على 8. ودي احنا قلنا من خواص المعادله، انا بالزبط. بقول هنا س اس 3، يبقى اعمل ايه؟ اسحب التكعيبي هنا بالظبط كده يا استاذ محمد، تمام. ومنها س، تمام، بالظبط، ومنها س تساوي سالب 1 على 2. لذلك احنا اخترنا ان مجموعه دي مجموعه اصفار المقام سالب 1 على 2، لكن المجال بقى تمام يساوي ح فرق
المجموعة سالب واحد على 2 اللي هي ح فرق أصفار المقام. ده بالظبط المجال، تمام. هو كل أعداد حقيقية عدا ما يجعل المقام يساوي صفر، يساوي الصفر. طيب في كل المسائل بقى اللي احنا هناخدها اللي جاي مع بناتي وأبنائي زي ما اتفقنا، هو ادي مجموعة الحل اللي احنا جايين فيه كله. هناخد الدالة الكسرية دي بقى، ملخص الدرس اهو، هناخد الدالة الكسرية دي مرة نجمعها على بعض، دالتين نجمعهم على بعض، مرة نطرحهم من بعض، مرة نضربهم في بعض، مرة نقسمهم على بعض، للعمليات الأربع، اللي هي العمليات الأربع بالظبط. بس أنا قبل ما أشتغل في أي حاجة لازم يكون الكلام بتاعي له معنى. يعني إيه له معنى؟ يعني يكون المقام لا يساوي الصفر. يبقى إذا قبل ما أعمل أي حاجة في خطة بتاعتي لازم أجيب أقول إيه؟ المجال بالظبط، أقول المجال. طب بص محمد، أنا برضو عايز إيه أعين؟ لو أنا بقول دالة كسرية جبنا مجالها، في سؤال يجي عكس يقول له إيه؟ هات أصفار الدالة. يعني في فرق بين مجال الداله واصفار الداله. واصفار الداله، مجال الداله يعني هات الاصفار بتاعه المقام وشيلها من الاعداد الحقيقيه، تمام، وهو ما يجعل المقام لا يساوي صفر. بالظبط كده. اما اصفار الداله، امتى الداله دي تساوي صفر؟ تساوي صفر، تمام. طب نشوف كده السؤال كده يا استاث محمد، بيقول لي ايه اصفار الداله الكسريه بين بنايه كده لبناتي وابنائي. بصوا كده، طبعا ده سؤال من المسائل طبعا المتوقعه، ان نون س تساوي س تربيع ناقص 4 على س تربيع زائد س ناقص 6. ده انا عندي دي الداله، انا عايز اجيب اصفار هذه الداله. فطبعا اما جيت اختار قلت لازم ايه اجيب اصفار الداله. اجيبها ازاي ونعرفهم اصفار الداله الكسريه بجيبها ازاي. آه. هي اصفار البسط فرق مجموعه اصفار المقام. يعني لازم احلل كل من البسط والمقام. البسط والمقام. طب عشان نمشي بخطوات ايه ثابته في كل حاجه. ادي البسط والمقام اتحللوا امامنا. طبعا البسط فرق بين مربعين عباره عن س ناقص 2 في س زائد 2. المقام ده مقدار ثلاثي بسيط عبارة عن س زائد 3 في س ناقص 2. تمام. يعني بعد ما حللت البسط والمقام اقدر بقى اجيب اصفار البسط واصفار المقام. اصفار البسط هنا المجموعة 2 وسالب 2. المجموعة اللي تحوي العنصرية 2 وسالب 2. اصفار المقام هتبقى سالب 3 و2. طب انا بقى ثانية واحدة يا استاذ محمد. احنا قلنا جبنا اصفار البسط، يعني متى البسط يساوي صفر؟ في الحالتين دول. طب اصفار المقام متى المقام يساوي صفر؟ يبقى في الحالتين دول. بالظبط كده. طب ينفع اقول له ان اصفار الداله، ما هو الاصفار بقى اللي يخلي الداله بتساوي صفر. بالظبط كده. طب ينفع اقول له ان انا احط سالب 2 او 2 فبيخلي الداله بتساوي صفر؟ هي اصفار البسط فرق مجموعه اصفار المقام. ليه بقى؟ اصفار الكسر الجبري. ليه بقى بناتي وابنائي؟ احنا جبنا بناتي وابنائي اصفار البسط طلعت سالب 2 و2. جبنا اصفار المقام طلعت سالب 3 و2. الله، يعني انا دلوقتي لو عوضت بسين بسالب 2 او بسين ب2 يقول لي بس حاسب، عيب اما تعوض سين بسالب 2، عيب ولا مش عيب يا استاذ محمد؟ تمام، عيب. ليه؟ لانه مش من المجال ده. لو عوضت سين ب2 يبقى انت عملت كارثه. المقام هيبقى يساوي صفر. المقام يساوي صفر، يبقى الكلام ليس له معنى. تمام. يبقى اذا اصفار البسط هو بس الايه؟ اللي هي اصفار البسط فرق اصفار المقام. المقام بالزبط. ويبقى اصفار الداله الكسريه هي ح في سالب 2. شفتوا بناتي وابنائي؟ يبقى احنا عشان اجيب اي حاجه بقى، وبعدين بقى بعد كده انا قبل ما اشتغل في اي داله كسريه لازم اجيب ايه؟ مجالها. المجال. طب ممكن يجي لي سؤال ايه؟ يقول لي هات المجال المشترك بين كسرين. بين كسرين جبريين. طب ما انا عندي لو انا بجمع دالتين او بطرح دالتين او بشتغل هجيب المجال فيهم، المشترك للكسرين. بالظبط كده. ليه بقى يا استاذ محمد بجيب المجال المشترك؟ اللي هو ما يخليليش هنا بقى المقامات تساوي صفر. بس بجيب المجال المشترك. مشترك للاثنين. للاثنين يعني اللي سواء انا بجمعهم او بطرحهم او بضربهم، وفي القسمه بقى في موضوع حتى تاني. حتى الدالتين يتساوي. مش كده؟ بالظبط كده. طيب هو في سؤال دايما انا بشوفه كتير مع بناتي وابنائي، يقول له ايه متى تتساوى دالتين؟ وانا نزلتهم على الفيس على فكره، وكتير من ابنائي يجي 300 واحد جاوبوا وقالوا لي، بس انا عايز ال 5000 الباقيين. هو بيقول لي ايه متى تتساوى دالتين؟ نشوف كده. متى تتساوى دالتين؟ اولا تساوي دالتين لو انتم معايا كده مع بناتي وابنائي، بيقول لي ايه لما تساوى دالتين؟ لما يكون لهم نفس المجال وتساويا عند وضعهم في صوره بسط، في صوره في ابسط بعد إيه؟ الاختزال يعني. بعد الاختزال. يبقى في شرطين عشان اقول ان الدالتين دول متساويتين. تمام. اولا أن لازم مجال يكون الكسر واحد. الاول يساوي مجال الكسر الثاني. تمام. تمام. والثانيه وبعد الاختزال يبقى الكسر نون واحد ده يساوي الكسر. طب عشان ما نضيعش وقت. تمام. ادي دالتين يا استاذ محمد. اتفضل. ادي دالتين، عايزين نجيب المجال ونشوف الاول هل نون س يساوي لام س. يبقى الاول. تمام. اول حاجه لازم اعمل ايه؟ انا احلل كل البسط والمقام للاثنين. طب ناخد بقى خطوات كده مع بناتي وابنائي في الكسور الجبريه. نمره واحد، تجيب الدالتين او اذا كان مجموعهم او اذا كان الفرق بينهم او ضربهم او قسمتهم، تحلل كل من البسط والمقام، وبعدين تجيب مجال المشترك للدوال اللي انت شغال فيها.
في يعني دي اول خطوه. فانا عندي دالتين بقارنهم عشان اشوف هم يساووا بعض ولا لا، يبقى مبدئيا لازم اتكلم في كلام له معنى. يعني ايه له معنى؟ يعني المقام لا يساوي صفر. يعني ايه المقام لا يساوي صفر؟ يعني هات المجال، تعال نجيب المجال. تمام. مش كده يا استاذ محمد؟ تمام يا استاذ. طب انا اهو ادي السؤال وانا هاخد بقى الحل وهبتدي بقى اقسم لك صفحه زي ما حضرتك بتقول. طب اتفضل. لايجاد المجال هنضع المقام يساوي صفر. طيب انا بقى بحب يعني احلل الاول، مش كده؟ تمام. اما بلاحظ الاقي هنا ده محلل جاهز اهو، لكن المقام هنا مش متحلل. يتحلل. طب هنا ده فرق بين مكعبين. السؤال الثاني بقى، البسط هنا س تربيع ناقص 3 س زائد 27. انا بقول لبناتي وابنائي خلي بالك، اول ما تلاقي في المقام في فرق بين مكعبين تبص كده على البسط وتشوف الأول. العلاقه اللي بينهم بين بعض بالزبط. هتلاقي ان اللي فوق ده هو الجزء الثاني من فرق او مجموع مكعبين فما بيتحللش. ولذلك دايما ننبه على ابنائي وبناتنا ان احنا لما يكون عندي مقدار او مقدارين سواء جمع او طرح وفيهم فرق او مجموع مكعبين ده اول واحد يتحل. بتوقع على طول ان يبقى موجود. طب انا هقسم الصفحه اهو. طبعا انا معايا بنتي ايمان، انا ما كنتش عايز اخد اتصالات دلوقتي لكن انا عشان ما سيبهاش على التليفون يا ريت تسيبونا لغايه ما اشرح لكم الموضوع وبعدين نبتدي نعمل مداخلات. طب ناخد ايمان. ايمان سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ايمان؟ ايوه حبيبتي، عندك سؤال؟ عندي اسئله في الهندسه بس مش مقاهيه، موضوعيه. طيب يا قمر احنا قلنا، طيب يعني انا كنت عايز اشرح لكم زي ما انت مش معانا على الفيس؟ لا تاخدي برضو الفيس بتاعنا مدرسه على الهواء اعدادي وابتدائي وحطوا لي السؤال وانا بسيب السؤال اللي ما جاوب عليه، لكن عشان ما نتركش هناخد السؤال بتاعك ونرجع تاني للجبر. يعني اتفضلي اتفضلي يا ايه. ماشي. قوس من دائره. ايه؟ قوس من دائره. قوس في دائره، ماشي. ها طوله ثلث باي نق. طولت بينك. طيب فانه يقابل زاويه مركزيه قياسها. طب والنبي ينفع كده زاويه مركزيه؟ تفتكر يعني هيقابل ايه طولت بينك؟ خلي بالك محيط الدايره مش انت عارفه الاجابه يعني. لا انا عايز اشوف الطريقه صح، انا جبت المحيط 2 بينك. طب انت بتضيع وقت، بنضيع الوقت. انت عارفه الاجابه وانت عارفه ان دي بسيطه، يعني انت عارفه المحيط بيساوي 2 ط نق مش كده؟ 2 بينك. هتقارني طبعا وتجيبي هنا التلت بتاعه وهتلاقيه طرفين. يا ايمان ينفع كده يا ايمان نسال سؤال زي ده؟ اشتغلي شويه يا ايمان. تمام؟ طيب فهمتي الاجابه يا ايمان؟ انا عارف انك عارفاه، انت بس عشان طيب. طيب الراديو التلفزيون. طيب اسمع تاني. شكرا يا ايمان. وخش معانا على الفيس وتفاعلي معانا في المسائل بقى نتفاعل. نرجع تاني، انا اسف بناتي وابنائي، انا كان نفسي ما نضيعش وقت. نرجع تاني ناخد س تربيع ناقص 6 س زائد 9 والثانيه س تكعيب ناقص 27. نشوف كده بناتي وابنائي هنحللهم ازاي يا استاذ محمد. طبعا الس تربيع ناقص 6 س زائد 9 ده مقدار مربع كامل، تحليله عباره عن س ناقص 3 الكل اس 2. طيب نجيب كده على الداتا عشان يبان تحليل. اما عندي الثاني اللي هو كان س تكعيب ناقص 27، ده عباره عن فرق بين مكعبين، انا ممكن اكتبه لهم اهو. كان عندي س تربيع يا استاذ محمد ناقص 6 س يا استاذ محمد زائد 9. طيب انا كده حللت. هيبقى س ناقص 3 لكل تربيع طبعا لما اساويه بالصفر. ومنها س تساوي 3. تمام. تعالى بقى الناحيه الثانيه. س تكعيب، انا هركنها بس دي على جنب. تمام تمام. س تكعيب ناقص 27 تساوي صفر. يبقى س تكعيب تساوي 27 ومنها س تساوي الجذر التكعيب ل 27 يعني س تساوي 3. طيب انا فضلت هنا مع بناتي وابنائي ان انا اقوم بعمليه التحليل. فرق وبعدين انا برضو عايز اشير لبناتي وابنائي ان الفرق بين مكعبين في جزء ليس له حل فحص زي ما اتفقنا في الحلقه اللي قبل كده انا حضرتها، وبعدين الجزء الصغير ده هو ده اللي بيبقى له حل له اصفار اللي له اصفار. فيبقى اذا هنا س هتساوي 3 اهو، عندما س تساوي 3 يبقى هذا المقدار يساوي صفر. فيبقى انا عندي المجال هنا مجال الداله الاولى بتساوي ح فرق المجموعة اللي تحوي العنصر 3 ومجال الدالة الثانية ح فرق المجموعة اللي تحوي العنصر 3. إذا الشرط الأول محقق، تحقق إن المجالين يساووا بعض، أن المجالين بالزبط متساويين. طب الشرط الثاني بقى نختزل بقى. تمام اتفضل. أدي عندي الكسر الأول. أيوه. تحليله كان س ناقص 3 على س ناقص 3 لكل تربيع. طبعا لما اختزله هيبقى عندي البسط واحد والمقام عبارة عن س ناقص 3. طب نختزل. تمام. أيوه. أدي كده بعد الاختزال. طيب. الثاني بعد الاختزال طبعا س تربيع زائد 3 س زائد 9 تختصر مع اللي زيها في المقام، هيتبقى لي 1 على س ناقص 3. طبعا انا بعيد لبناتي وابنائي شوفوه، فبلاقي ان الناتج بتاع الاختزال اهو قد بعضه.
نون سين بتساوي لام سين. اه يعني طلعوا قد بعض اهو. تحقق الشرطين ان مجال الكسر الاول يساوي مجال الكسر الثاني، وبعد الاختزال ظهر ان نون سين تساوي لام سين. اذا اقدر اقول الكسرين متساويين. اقول له ان نون سين بتساوي لام سين. بيساوي، لازم اكتب العباره دي يا استاذ محمد. تمام. يعني انا بعد ما اجيب هنا، يعني يا ريت احنا نجيب على الجرافيك اكتر من اي حاجه، ادي نون سين يساوي لام سين اهو. انا لازم اكتب دي عليها نص درجه، اوعى تنسى الحته دي عليها ايه؟ نص درجه. طيب نرجع تاني، بعد ما كتبت هذا هو المطلوب اثباته، يبقى انا يا استاذ محمد اقدر دلوقتي ان انا اجمع بقى كسرين او اطرح كسرين او اضرب او اقسم، او اقسم العمليات الاربعه بس. اللي هم العمليات الاربعه. تمام. بس انا بقى مبدئيا في كل حاجه لازم اجيب المجال الاول، المجال أول المشترك للدالتين، وبعد كده اجيب المجال. طيب بالزبط. لو انا خدت بقى اخش مع بناتي وابنائي، ما انا مش عايز اضيع وقت، تعالوا معايا نخش على جمع الكسور الجبريه. لذلك احنا يمكن بطلب منكم نستنى شويه الاتصالات نكمل الموضوع عشان نراجعه. بيقول لي هنا بقى جمع الكسور الجبريه، يلا يا استاذ محمد ادي. اتفضل. بيقول لي جمع الكسور الجبريه، وادي الشرط بتاع الكسرين الجبريه. انا هعرفه، هقول له ايه؟ عندما س ينتمي للمجال المشترك للكسرين، وكانه بيقول لي اي كسرين تيجي تشتغل معاهم لازم تجيب المجال الاول. المجال بالظبط المشترك. فاذا في حاله جمع نون س زائد لام س اجمع ازاي؟ قال لي بعد ما اجيب المجال. يبقى انا اول خطوه اعملها لازم اجيب ايه؟ ما تيجي يا مستر عادل افكرهم بحاجه بسيطه بعد اذن. نعم. حضرتك. احنا بس هنفكرهم بحاجه قبل الجمع. تمام. لو انا قلت مثلا نص، مثال بسيط كده، زائد 3 على 2. تمام. انا عايز اجمع دول، هبص الاقي المقام زي بعض، اقوم اقول 1 زائد 3 يبقى الناتج 4 على 2 اختصاره 2. تمام. لكن لو نص زائد، ادي النص اهو، زائد 2 على 3. بناتي لازم افكركم بكده هم وابنائي بحاجه، ان انا لازم هنا واحد المقامات على 6، وهيكون الناتج هنا 3 وهنا الناتج 4، يبقى 7 على 6. لاختصار ان انا بقول لهم لازم اوحد المقامات. طب يا استاذ محمد زي ما انت بقى اكتب لنا بس تحت، بس بخط اكبر شويه. اتفضل. اولا الكسر الاولاني كان كام؟ اللي هو كان نص. لا حضرتك بتجمع نص، طب ممكن تكتبه كبير شويه؟ اهو نص. ايوه نص زائد 2 على 3. طيب يقول يساوي بقى. تمام، يساوي اهو. يلا نعمل ده. اوحد المقام على 6. ازاي جبت الستة منين؟ ضربت 2 في 3، يبقى بضرب المقامين في بعض واحطهم تحت. ادي 6 على ال 2 3. لا ما نقولش كده، احنا قلنا ايه؟ 2 في 3. اضرب ما الواحد اتنين في 3 يا محمد، اعملها 2 في 3. 2 في 3، يعني انا بضرب المقامين في بعض. تمام. وبعدين اخد اعمل مقص بقى. تمام. ده في ده. اضرب ده في ده. ايوه. وده في ده. ده اللي احنا عملناه حتى في ضرب الاعداد النسبيه والعلاقيه زي ما اتفقنا في عمليه الضرب. يبقى بناتي وابنائي هنتفق بقى دلوقتي مع بعض، عمليه الجمع تعني ان انا عندي كسرين بجمعهم، اضرب المقامين في بعض واحطهم تحت، يبقى ضرب الكسرين، وبعدين بسط الاول في المقام الثاني، زائد او ناقص حسب الاشاره، بسط مقام الاول في بسط الثاني، يبقى عمليه الايه؟ المقص. بسرعه تعالوا نشوف نفس التعريف على الكسور الجبريه. احنا قلنا اهو ادي عندي كسرين اهم، نون سين زائد لام سين. نشوف كده على الجرافيك يا جماعه، ادي هنا نون سين زائد لام سين، هنجمعهم ازاي؟ نون سين دي مين؟ ده هي دال سين على ري سين. طب اهي احطها. طب ولام سين دي كانت مين؟ كانت نون قاف سين على كاف سين. اللي احنا اتعلمناه بقى دلوقتي، تعال نركنهم فوق كده بس عشان نبدا السطر من اوله، وبعدين ناخد ايه؟ احنا قلت المقامات نضربهم في بعض، نضرب المقامات في بعضهم. بص 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 اهو اتضربوا في بعض. تعال نعمل بقى المقص، دال س في كاف س اهو، عشان ترتاح وما تتعبش، انا بعد ما احلل وتبقى الدوال جاهزه قدامي، اخد ده في ده واخليه في المقام، وبقى نعمل مقص الاول في تمام في مقام الثاني، وبسط الايه؟ الثاني في مقام الاول. والاشاره دي لو موجبه خليها موجبه، لو سالبه خليها سالبه. يبقى انا كده اجريت وقمت بعمليه الايه؟ الجمع. الجمع، يبقى عمليه الجمع هي زي الجمع العادي جدا. طب هناخد مثال. اتفضل. ويمكن النهارده الاخراج عامل شغل جميل قوي، انه حتى كشفنا واحنا بنتكلم مع بعض. جميل. يعني احنا لو يعني اتكلمنا مع بعض كله هيبان يا استاذ محمد. هو احنا سعداء بوجودك معانا النهارده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طبعا استاذ محمد بيفيدنا باقرب طريقه للشرح. طب انا خدت المسالتين موجودين، جمع تعمل ايه؟ نفس اللي احنا عملناه في التعريف، ان انا بقى بجيب المقامين اضربهم في بعض، بجيب البسط الاول مع مقام الثاني، والمقام الثاني مع البسط الاول اضربهم، والاشاره اللي في النص تتحط سواء جمع او كان طرح. طبعا انا براجع عشان كده بتكلم بسرعه وانتوا فاهميني. تعالوا كده نطبق نشوف كده، لازم اول حاجه
اجيب ايه يا استاذ محمد؟ احلل بسوط ومقامات هذين الكسرين الجبريين. يبقى انا الاول لازم احلل بسط ومقام. طب الولاد الشاطره بسرعه تحلل، اول حاجه ببص في التحليل مع بناتي وابنائي اول حاجه بساله في عامل مشترك ولا لا. بالظبط. طب هنا في عامل مشترك اللي هو ثلاثة. خدت ثلاثة عامل مشترك. المقام مقدار ثلاثي بسيط مش كده؟ تمام. الاولاني اهو معامله واحد، والاخير حد مطلق. جميل قوي. وبعدين 2 1 0 يبقى ده 15 3 في 5 بالظبط. تقول لي شرطين متشابهين. عددين مجموعهم 15 8 15 وحاصل ضربهم 15. الاشارتين زي بعض زي اللي في النص. يبقى انا حللت بسط ومقام الداله الاولى. بالنسبه للداله الثانيه برضو بسطا ومقاما انا احللهم. مقدار ثلاثي بسيط بالظبط كده. هيبقى س ناقص 3 في س ناقص 6. تمام. يبقى انا حللتهم اهو. انا بقى بحلل بسرعه، ده احنا المفروض اساتذه في التحليل. المقام فرق بين مربعين س ناقص 3 في س زائد 3. طب السؤال بقى، طب ما انا ممكن اختزل بقى يا استاذ محمد. لا قبل الاختزال اكتب المجال. احنا قلنا بقى افرض بقى انا رحت مختزل على طول. لا كده بقى وقعت في خطا. سوري بقى. يبقى في جنين بقى مجنون. ليه؟ لان بعمل حاجه ليس لها معنى، واللي بيعمل حاجه ليس لها معنى يبقى عنده عقل. لا يبقى انا الاول عشان يبقى عندي عقل، اوعى تنسى بقى انا بقول لك اهو، لازم لايجاد المجال نضع المقام يساوي صفر. صفر بالظبط. وبعدين اختزل، وبعدين ابقى اعمل ايه؟ عمليه ايه الجمع؟ يلا رتب كده زي ما بنقول. نعمل ايه؟ نحلل. بعد ما نحلل تجيب المجال امتى؟ عندما يكون المقام لا يساوي صفر. يبقى ح فرق اصفار المقام. يعني ايه ح؟ يعني مجموعه اعداد حقيقيه كلها 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 بس يشيل منها اصفار ايه؟ المقام. كلام جميل. يبقى الاول لازم ايه؟ لايجاد المجال نضع المقام. المجال المشترك للكسرين في الحاله الثانيه دي ثاني خطوه على طول. طب اهو انا هجيب المجال. طب يا استاذ محمد اصل انا بقى خلاص حفظت. ما انا ممكن اكتب بقى على طول، هم خلاص كبرنا وعرفنا بعد التحليل على طول. يعني هنا س بكام بقى؟ الس اولى بثلاثة. والتانية بعدها على طول خمسة. طب نركنها بس خمسة اهو. وس خمسة. ودي تمام ثلاثة. ثالثة بقى تمام. ودي س بتساوي ثلاثة. ودي واللي بعدها سالب ثلاثة. يا سلام، إشارة مخالفة على طول، لأن أنا هاخدها بأصفار. بالظبط. أنا بقى بقرب المسافات. طب جبت أصفار المقامات، أجيب المجال المشترك. تمام. طب أنا عندي في الأصفار هنا بقى ثلاثة وخمسة وثلاثة وخمسة. انا ما بكررش في المجموعات بقى مستر. يعني اكون ثلاثة واحدة. بالظبط كده. طب ننزل المجال، اتعلمناها دي في المجموعات. ننزل المجال اهو. المجال نزل. فرق مجموعة اصفار المقامات. لك ثلاثة وخمسة وسالب ثلاثة. يبقى ح فرق اصفار الايه؟ المقام. نزلنا المجال الحمد لله. اول خطوة واحنا كده ناس عاقلين جدا طبعا، لان اتفقنا ان المقام لا يساوي الست. بعد ما عرفت بقى المجال خلاص اقدر اختزل في الحالة دي. نختزل. بالزبط. يبقى انا هحط بقى المقدار بتاعي الدالتين مع بعض واشوف امتى الدالتين دول ملحوظه بقى في حاله يا مستر عادل الجمع والطرح. بختزل كل كسر على حذف. يعني بسط ومقام لكل كسر مع بعض. تمام. ده بالنسبه لعمليتي الجمع والطرح. نعم بالظبط. طيب ادي الدالتين اهو. طب ينفع بقى دلوقتي ان انا اختزل؟ ينفع اختزل دلوقتي بعد المجال. طيب اختزل البسط وايه؟ والمقام. طب اهو تعالى نختزل ده مع ده وده مع ده. طب ينفع يا استاذ محمد اختزل السين مع السين لوحدها؟ لا عيب. ده احنا القوس مع بعض. بالظبط كده. يعني ما نقعش في الخطا ده. يعني العامل مع بعض كله. بالظبط كده. يعني ناقص 5 كله مع س ناقص 5. تمام. يعني العامل كله مع بعض. تمام. ما ينفعش ان انا اشيل ايه؟ لا. جزء من العامل 3 ناقص 5 ده كله عامل. عايز تشيله تمام. شيله هو كتله واحده. بالظبط كده. تمام. يبقى فاضل لي هنا فوق في البسط 3 على س ناقص 3. طيب وهنا في البسط س ناقص 6 على س ناقص 3. طب هنا بقى دلوقتي على س ناقص 3 زي ما حضرتك قلت هنا المقامات زي الفل. هنا مش محتاج توحيد مقامات ولا حاجه. هي مقام متوحد زي بعض. متوحد وتمام وزي الفل. يعني ايه متوحد؟ زي ما اقول لك ايه، نص وثلاث انصاص يبقى اربع انصاص. يا سيدي ما هو نص وثلاث انصاص. هنا المقام 2 وهنا المقام 2. نص وثلاث انصاص يبقى اربع انصاص. نص وسبعة انصاص يبقى تمن انصاص. ومش تعبنا في توحيد مقامات ولا حاجه. جاهز. نشوف كده اهو. ادي هنا 3 على س ناقص 3 وس ناقص 6 على س ناقص 3. المقام جاهز فنزله مره واحده اهو. انا اسحبه مره واحده وبعدين نجمع البسط. صح يا استاذ محمد؟ هيبقى س ناقص 3. بس نقول بقى اللي هي جت منين بقى؟ 3 ايوه زائد س ناقص 6. انا بحب بناتي وابنائي ياخدوا خطوه خطوه اهو. بالظبط كده. التلاتة مكسب والستة خسارة. يبقى خسارة في مكسب نتيجهم سالب 3. يبقى سالب 3 خسارة 3 على س ناقص 3. والبسط قد المقام لسه ما خلصتش يا مستر. يبقى مرحوز. المقام يبقى الناتج يساوي ايه؟ واحد. ممكن واحد. اختزل طبعا للمرة التانية. كده اختزلنا اللي هو ايه، جبنا الاخر وده كان مطلوب. طيب في طرح القصور الجبرية نفس الخطوات.
طب انا برضو مش عايز اضيع وقت بناتي وابنائي، ما تيجي ناخد طرح الكسور الجبري. تمام. بص كده بناتي وابنائي، طرح الكسور الجبري هو نفس اللي احنا عملناه في الجمع. ازاي؟ ادي نون سين بتساوي دال سين على ر سين زي المره اللي فاتت، وهنا نون سين برضو هنا لام سين مش نون سين، لام سين او قاف سين على كاف سين. هجرب عمليه الايه؟ الطرح. هي لان الطرح هو عمليه عكسيه لعمليه الجمع، فكان بقول زائد سالب. الله. طيب يبقى معنى كده ان انا عملت عمليه الطرح زي ما هي. فاكرين لما قلت لكم لو كانت سالب نزلها سالب، لو كانت موجب نزلها موجب، واعمل نفس الموضوع. ليه؟ لان انا لازم الاول اوجد المجال. وانا جايب لحضرتك مساله اهو، ادي هنا بص انا عملتها ايه؟ ان الطرح هو عمليه عكسيه بالظبط، اضافه معكوس جمعي. هي اضافه المعكوس الجمعي للمعكوس اللي هو التاني للمضاف. ماشي. طب لو انا خدت هنا توحيد المقامات زي ما احنا خدناه، المقامين في بعض، وبعدين بص الاول في المقام الثاني، وبعدين مقام الاول في بسط الثاني، فكان الاشارتين لما يتضربوا برضه هيديني سالب بينهم. لذلك انا قلت لك في المره اللي فاتت سواء كان موجب تنزل موجب والسالب تنزل، لو كانت سالب تنزل سالب. طب انا لو خدتهم بقى كده نشوف كده، هاخد مثال. هو بيقول لي اي ان عمليه الطرح هي اضافه المعكوس الجمعي للكسر المطروح، الكسر المطروح منه. طيب ادي مساله يا استاذ محمد، ويمكن في مسائل برضه محتاجه ايه انا بشير ليها بالمره. ادي هنا المطروح منه وده المطروح، احيانا الاشاره دي تبقى سالبه مثلا، وبعدين تحت شكل ما يرضينيش. انا يمكن هجيبها، احاول اجيب مساله اذا والاشاره سالب بالظبط، فانا ممكن اخد من المقام عامل مشترك واضربه هنا. دي مساله هتبقى موجوده، ويمكن انا احلها لكم وانزلها لكم على الفيس. بناتي وابنائي اللي مش متابعيني على الفيس، مدرسه على الهواء ابتدائي واعدادي، اكتب وخش عشان تتابعني، عشان ما تسيبش مساله ما تحلهاش. احنا بنحل كل المسائل لغات وعربي وكل حاجه، بس خش واكتب ونزل سؤالك، صوره ونزله لي واحنا معاك. تعال نشوف كده. ادي هنا الدالتين، اول حاجه هعملها زي ما اتفقنا يا استاذ محمد نعمل ايه؟ احلل بسوط ومقامات الكسرين الجبريين. طب انا ما بحلل، انا بحطها في صوره اخرى، انا ما بعملش حاجه عشان ما حدش يقول لي يا مستر مش انت بتقول يبقى مجنون اللي يشتغل فيها وهي من غير المجال. قلت له لا انا ما بعملش حاجه، هي زي ما هي بس بحطها في صوره اخرى. طب هنا البسط، فرق بين مربعين، فرق بين مربعين، المقام والمقام مقدار ثلاثي بسيط، بسط الثاني برضه مقدار ثلاثي بسيط، والمقام مقدار ثلاثي بسيط. ايه ده الموضوع سهله. طب انا هحللهم بقى مستر محمد. هنا س تربيع ناقص 9 في س ناقص 3 عباره عن س زائد 3 في س ناقص 3، والشطار بيتعلموا بالتكرار. بالظبط. يعني دقيقه وناخد التليفون. هننزل هنا المقام اهو، اهو هيبقى س ناقص 3 في س زائد 1. ايوه، مقدار ثلاثي بسيط. والثاني نفس الكلام برضه، هيبقى س زائد 2 في س ناقص 5، لان الفرق بينهم هيكون 3. تمام. المقام برضو مقدار ثلاثي بسيط، س ناقص 5 في س زائد 1. طيب احنا ممكن ناخد تليفون لما يعني نستقبل تليفون، مش كده؟ اتفضل. بس احنا الاول يا استاذ محمد عشان بناتي وابنائي ما يتضايقوش، يعني احنا قلنا اول حاجه لازم اجيب المجال. حللت بقى، اجيب المجال الخطوه الثانيه على طول. طب يلا يا استاذ محمد نجيب اصفار المقام الاول. ادي عندي س بتساوي 3. ايوه. واللي بعده س تساوي سالب 1. تمام. واللي بعده س تساوي 5. تمام. واللي بعده س تساوي سالب 1. دخلنا برضو في التكرار. طبعا لما بكتب المجموعه ما بكررش انا سالب 1 مرتين. تمام. يبقى مجموعه اصفار المقام، يبقى المجال هنا يساوي ح فرق 3 وسالب 1 و5. تمام. يبقى انا هنزل المجال واقف بس كده مع بناتي وابنائي عند الحته دي، يبقى فاضل ان احنا نقوم بعمليه الطرح. تمام. معانا محمد من المنيا. ازيك يا محمد؟ أهلا. ازيك يا ازيك يا حبيبي؟ معاك سؤال ولا هتخلينا نكمل؟ لا ما عندي سؤال. في ايه؟ في الجبر. اتفضل. صفحة 51. صفحة 51؟ حاضر. ده صفحة 51. معاك الكتاب يا استاذ محمد؟ انا معايا الكتاب. صفحة 51. في التدريبات طبعا، مش كده يا حبيبي؟ في التدريبات. طب مع بناتي وابنائي احنا كناش عايزين. انت معايا على الفيس عقبال ما محمد يطلع؟ ايه معاك. معايا على الفيس. طب ما بنزلتليش ليه السؤال على الفيس بدل ما نضيع الوقت؟ يلا انا زعلان منك يا محمد، هتخانق معاك على الصفحه، هتخانق معاك على الجروب، وهخلي كل الجروب يتخانق معايا. اتفضل قول بقى. صفحه 51 رقم كام؟ السؤال رقم 12. 12. السؤال رقم 12 بيقول اذا كان نون س يساوي نون 1 س. نون 1 س. نون واحد سين. ايوه. بيساوي. ايوه.
قول يا محمد. يساوي 5 س يا محمد على 5 س تربيع زائد 20. قول يا محمد السؤال يا محمد. صح كده يا محمد معايا؟ ايوه صح. نزل ورقه سين واحده. ونون. ايوه نزل ورقه صح. يلا يا محمد 5 س ايه؟ اقرا السؤال يا محمد. نون 2 س 5 س على 5 س تربيع موجب س على 5 س تربيع زائد س زائد 20 زائد 20. تمام. ايوه ونون 2 س بتساوي س على س تربيع زائد 4. بيقول له فان نون 1 بيساوي نون 2 في المجال نقط. طب يا حبيبي ما انا لسه دلوقتي شارح المجال المشترك. احنا لسه متكلمين عن المجال المشترك محمد. دلوقتي يا محمد مش هحلها لك يا محمد، انا زعلان منك، انت ما تابعتنيش ليه من الاول. بص يا محمد هات هات اصفار المقام يا محمد، حلل المقام خلاص، هات الاصفار. جبت المجال بتاع الداله الاولى ومجال الداله الثانيه خلاص يا محمد. خلاص حلها يا سيدي، حلها يا استاذ محمد. يبقى عندي هنا ادي نون واحد س تساوي ادي 5 س، وتحت ممكن احللها هو 5 عامل مشترك، هيتبقى لي س تربيع زائد 4 تمام. ونون 2 س المقام هنا برضه ما يتحللش، س على س تربيع زائد 4 طبعا. إيه الاول على س تربيع، على س تربيع زائد 4. طيب تمام. هنا مقام الاول اصفاره فاي والتاني برضو اصفاره فاي، يبقى هنا المجال المشترك يساوي ح. انا عايز اعرف اصفار الداله الاولى كام؟ ما هو س تربيع زائد 4، 5 س تربيع زائد 4. لا اصفار الداله الاولى المقام في الداله الاولى. ايوه 5 س تربيع زائد 5 في س تربيع زائد 4. تمام س تربيع زائد 4 زائد 4 طيب. لان هي زائد مش ناقص، يبقى هنا المجال كل ح. ح بالظبط كده تمام. طيب انت معلي التليفون. بص بقى الاستاذ محمد حلها لك اهو. بصوا بناتي وابنائي، انا قلت في الحلقه اللي فاتت المجال بيبقى مجموعه الاعداد الحقيقيه في الثلاث حالات دي. استاذ محمد هيكتبهم معايا. نمره واحد اذا كان المقام عدد حقيقي خلاف الصفر، يبقى نمره واحد اذا كان معايا يا محمد سمعتني؟ اه خلاص تمام. اعرف بقى الثلاث حالات اللي يكون المجال كله ح. تمام اقفل بقى ورقه كامله. هنا المجال كل حاجه دي نمره واحد. نمره اتنين اذا كان مجموع مربعين بالظبط كده زي اللي كانت معانا من شويه. ايوه اللي هي زي س تربيع زائد 4 مثلا، مجموع مربعين. تمام. نمره ثلاثه الجزء الثاني من مجموع وفرق بين مكعبين اللي هو مثلا زي س تربيع القوس الاكبر الكبير من فرق او مجموع مكعبين. احفظوهم وخلي بالكم منهم، مش احفظوهم افهموهم. مجموع مكعبين المكعبين زي ما قلت تحت س تكعيب عشان ياخد تمام. مثال اللي هو زي س تكعيب مثلا ناقص 27 تمام. ده بيساوي س ناقص 3 والقوس الكبير س تربيع زائد 3 زائد 9. يبقى ده ملوش اصفار القوس الكبير، ده اللي ملوش اصفار. يبقى دول التلات الحالات اللي احنا مؤكد ليهم ان دي لما يبقى في المقام عمرهم ما بيساوي صفر، وبالتالي يبقى مجال الداله اذا كانوا موجودين في المقام لوحدهم يبقى كل الاعداد الحقيقيه. يلا ربنا يكرمك يا محمد، ادينا برضو ايه رجعنا على جزئيه تاني في سؤالك. تعالوا بقى نرجع تاني يا بناتي وابنائي الى السؤال. احنا اخر حاجه جبناها المجال المشترك. طبعا محمد كل الجروب هيتخانق معاه بكره انا عارف او النهارده. نرجع بقى تاني للمجال المشترك. ح فرق 5 وسالب 1 و 3 ده كان اخر حاجه، والحمد لله جبنا المجال. قلنا بعد كده نتكلم بعد المجال اختزال كل كسر على حد. طيب يبقى الاول اعمل يبقى الخطوات، حضرتك تكتب لنا الخطوات. ايوه اول خطوه رقم واحد. ايوه ممكن نكتبها كلمه حتى عشان يعرفوها. أيوة بسرعه. نحلل التحليل كل من البسط والمقام لكل بس البسط. نزل ورقه كده وعايزين الخط ايه كبير قوي يا استاذ محمد. والمقام انا عايز اشوفه عشان انا لو شفته بناتي وابنائي يشوفوه. تمام. طب نمره اتنين ايجاد المجال المشترك. ايجاد المجال المشترك طبعا للكسرين الجبريين اللي معانا. تمام ده في الجمع والطرح، احنا لسه في الضرب والقسمه هيبقى في شغل. طب يلا بعد كده نمره 3 رقم 3 اختزال نختزل كل كسر جبري على حده. كل كسر على حده. نمره 4 نقوم اجراء العمليه توحيد اجراء العمليه المقامات. تمام عشان لو كان ضرب او كان توحيد اجراء العمليه المقامات واجراء العمليه. تمام ادي بناتي وابنائي ملخص كده للكسور الجبريه في الجمع. تعالوا نشوف بقى ادي الخطوه اللي قال عليها استاذ محمد احنا نفذها لحضرته، ان احنا دلوقتي هنختزل. فانا هختزل س ناقص 3 مع س ناقص 3 دول اهو هختزلهم مع بعض،
وسين ناقص 5 مع سين ناقص 5 اختزلهم مع بعض، يبقى فاضل هنا سين زائد 3 على سين زائد 1 على سين زائد 1، يبقى ده اللي فاضل من الكسر الاول. تمام. ناقص الكسر الثاني هيبقى سين زائد 2 على سين زائد 1. طب اهم يا استاذ محمد اهو انا كتبته، وهنا برضو المقامات يا سلام متوحده زي الفل. انت بتحبهم النهارده يا مستر عادل؟ انا بحبهم جدا. سهله كلها المقامات. ما انا قلت بقى ايه، بقى انا قلت هشرح بقى كل الكسور الجبريه، فمش معقول بقى احطهم كمان في ده، المسائل دي كمان هنقعد نحل فيها مره واثنين وثلاثه. فانا قلت اجيب يلا الحاجات دي اديكم مثلا إيه؟ مساله بسيطه وان شاء الله هي دي فكر الامتحان. يعني احنا مش بنعقد، لا ما تخافوش، مش بنعقد، ويتعلموا الاساسيات. احنا يمكن حلقه النهارده جاي منها سؤالين في الامتحان اكيد، ما تخافوش والله، يمكن حلقه النهارده احنا غطينا سؤالين او فقرتين في الامتحان. تعالوا نشوف كده، ادي المقام هنا س زائد 1، يا سلام هي مره واحده. وبعدين نطرح بقى نعمل ايه في عمليه الطرح، انزل س زائد 3 زائد لوحدها، والاشاره السالب راحت سبقاني ونازله، والقوس ده ينزل، بس ينزل قوس زي ما هو بالظبط. بص 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 لازم ينزل قوس، بس انا لما نزلت هنا يا استاذ محمد بص كده انا غصب عني راحت متغيره على طول، يعني الاشاره بتاعه السين دي كانت موجبه بقت ايه دلوقتي سالبه، والاثنين برضه بتتغير، دي كانت موجبه بقت ايه سالبه. يا سلام، كان السالب دي اتضربت في القوس سين زائد. عشان كده مستر عادل مأكد ان انا بنزل بعد السالب قوس على طول مباشره. اهو 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 شفت يا اولاد؟ تمام. انا بسرعه دي كانت موجبه عملتها ايه سالب اهو، عشان ما حدش يقول لي الاشاره راحت فين، اهي الاشاره اهي. طيب تعالوا بقى دلوقتي، ادي س مكسب وس خساره راحوا مع بعض، 3 مكسب وسالب 2 يبقى في واحد فوق في المقام في البسط، والمقام زي ما هو س زائد 1. طب كده استاذ محمد خدنا فكره سريعه عن عمليه الجمع والطرح وعمليه الطرح، يلا نخش على عمليه الضرب. نعمل ايه في الضرب يا استاذ محمد؟ فكرنا بالضرب في بسيط برضه في الكسور العشريه ولا الكسور زي ما قلنا دي. مثلا زي ما بدانا في الجمع والطرح، ادي 2 على 3. تمام. المره دي بقى في 5 على 7. تمام. يا ترى عمليه الضرب بتساوي ايه؟ انا بضرب البسط في البسط اهو 2 في 5، والمقام في المقام، يبقى الناتج بيساوي 10 على 21. هنا مفيش عملية يا مستر عادل توحيد مقامات، لا انا بضرب البسط في البسط على طول والمقام في المقام. خطوات بقى عملية الضرب، اول خطوة زي ما مستر عادل كان قال لنا من شوية ان انا برضو بحلل البسوط والمقامات. تاني خطوة بكتب المجال المشترك للكسرين الجبريين. يعني هيك عرفت كده عملية الضرب. تمام تمام. عملية الضرب بقى احط الدالتين او بحط العددين، البسط في البسط على المقام في المقام، بس بعد ايه ايجاد المجال. تعالوا بناتي وابنائي نشوف البنبونية اللي انا مجهزها لك في عملية الضرب. شوف كده بيقول لي ايه، ضرب الكسور الجبرية. تعالوا شوف كده، ادي التعريف بتاعه بيقول لي اذا كان سين تنتمي للمجال المشترك للكسرين. يوسف معنا، يوسف قبل ما اخش في الموضوع، يوسف طالب. ازيك يا يوسف؟ من الجيزة يوسف مش كده؟ آه. عندك سؤال في ايه؟ لا يا بس الحته بتاع الاختزال مش فاهمها. الاختزال؟ اه طيب ازاي يختزل؟ بص الاختزال ببساطه، وانا هعملها لك دلوقتي، الاختزال ببساطه بعد ما احلل. مش بتعرف تحلل؟ اه بعرف احلل. بعد ما بحلل بلاقي عوامل، انا بحلل بحللها الى عوامل، قوسين مثلا مضروبين فوق وقوسين مضروبين ايه؟ تحت. تحت. العامل اللي فوق زي العامل اللي تحت ممكن يختزل، واحد من البسط مع واحد من المقام كده، دي عمليه الاختزال بس كده. وانا دلوقتي هخش على عمليه سؤال بتاع الضرب، هيبقى فيه اختزال وهوضحه لك اكتر. عندك حاجه ثانيه يا يوسف؟ اه والجروب اللي على الفيس مش لاقيه. اكتب مدرسه على الهوا ابتدائي واعدادي. ماشي. وتحت امر. شكرا يا يوسف. نرجع بقى تاني عملية الضرب. عملية الضرب. زي ما حضرتك علمتنا. اهو. بيقول لي سين ينتمي للمجال المشترك، وانا موضح انه ينتمي بقى دي للمجال المشترك للكسرين الجبريين نون واحد ونون اتنين، قبل اي حاجة ان انا بوجد المجال. فاذا كان عندي نون واحد ونون اتنين دول دالتين عايز اضربهم في بعض. فبعمل ايه؟ بقى ادي الدالة الاولى نون سين في نون اتنين سين. ده معناه ان انا هضرب الدالتين الكسريتين اهم، اضربهم في بعض ازاي؟ على ر س في قاف س على كاف س. تمام. اجي بقى دلوقتي اقول له هضرب البسط في البسط على المقام في المقام، ده اسهل من الجمع والطرح. بالظبط كده. فاعمله كده. محتاج توحيد مقامات هنا ولا اهو حاجة. بص انا عملت يا استاذ محمد، يا دوبك شلت دي، يا دوبك ما بقتش حاجه. ايه رايك كده؟ تمام. بسط في البسط على المقام في المقام. وابقى عملت كده. تمام. طيب ادي برضو سؤال عشان نبقى كل بناتي وابنائي واخدين باله منه. نمره واحد، اولا عشان يوسف ياخد باله، ادي دالتين.
أنا ممكن أخد كل دالة لوحدها وأجيب مجالها لوحدها، وبعدين أجيب المجال المشترك، وبعدين أقوم بعملية الضرب. أو الصح بقى إن أنا عايز إيه؟ السؤال أهو بيقول لي عايز نون سين اللي هي نون واحد في نون اتنين، وكأن عايز يضرب دول في بعض. فأنا قبل ما أدي السؤال لأستاذ محمد هاخد نون واحد في نون اتنين، بكتبهم على سطر واحد وأبدأ أشتغل الخطوات اللي إحنا متعودين عليها. طيب هنا السؤال بناتي وأبنائي في فقرتين، الفقرة الأولى نون سين اللي هو حاصل ضرب الدالتين، الفقرة الثانية عايز يحسب قيمة نون ثلاثة ونون اتنين. يعني ايه نون ثلاثة ونون اتنين؟ يعني الدالة دي بتساوي ايه لما ما خلص الناتج بقى، لما سين بتلاتة، والدالة دي اللي انت هتطلعها بتساوي ايه لما سين باتنين. فهمتوا يعني ايه نون ثلاثة ونون اتنين؟ اقول تاني، نون ثلاثة يعني ايه نون ثلاثة؟ يعني الدالة لما تكون سين اشيلها كلمة سين دي اشيلها واحط مكانها كام؟ ثلاثة. او اشيلها واحط مكانها كام؟ اتنين. بس السؤال الاول هل ينفع اشيلها واحط ثلاثة ولا لا؟ اذا كان مش في المجال اقول له ما ينفعش، اذا كان في المجال اعوض واطلع القيمة. كده انا درست السؤال. تعال نجاوب استاذ محمد. نجاوب. يبقى هناخد الدالتين نضربهم في بعضهم، نعمل ايه اول خطوة؟ كده شكل السؤال اول خطوة اتفقنا نحلل. انا بقى نفذت بقى بناتي وابنائي، سجل عندك اللي بقوله، دي طريقة الحل. اولا نحلل كل من البسط وايه والمقام. يلا نجرب عمليه التحليل. وانا أول جبت مقدار فرق بين مربعين عباره عن س ناقص 2 في س زائد 2. تاني مقدار المقام عباره عن مقدار ثلاثي بسيط عباره عن س زائد 3 في س ناقص 2. تمام، يبقى انا اقوم عامل المقدار اقدر اركب عليه كده الكسر الاول بالظبط. طيب في الكسر الثاني البسط هنا هاخد س عامل مشترك هيتبقى لي س زائد 3. طب السؤال هنا يا استاذ محمد، هو انت على طول بتكتشف نقط تحليل ولا انت برضو في حضرتك بتفكر بترتيب؟ بترتيب الاول ابص فيه على مشترك ولا عشان كده بناتي وابنائي لما بيشوفوا س تربيع زائد 3 س ممكن بقى ايه يتلخبطوا، يقول لك ايه ده لا فرق بين مربعين ولا مقدار ثلاثي ولا نعمل ايه. قلت له اول حاجه في التحليل اشوف العامل المشترك. يعني انت اول ما تمسك مساله او مساله قداميه لسه اعرف حاجتين، اولا لازم تجيب المجال، ثانيا عند التحليل عشان تجيب المجال لازم تحلل. عند التحليل اكتب نمره واحد عندك اشوف في عامل مشترك ولا لا، اوعى تنسى لان بيبقى عبقري رياضه زي الفل ويجي مساله فيها عامل مشترك ما ياخدش باله. يبقى نمره واحد قبل ما احلل اي حاجه واشوفها فرق بين مربعين ولا مكعبين ولا مقدار ثلاثي ولا اي حاجه، لا اول حاجه اشوف في عامل مشترك ولا لا، كده مفيش مساله هتقع منك بالترتيب اللي احنا شغالين منه ده. مش كده يا استاذ محمد؟ تمام يا مستر. طيب انا بقى المقدار هنا ما بصيت على لقيت في عامل مشترك اللي هو س. تمام، هيتبقى لي بقى لما اقسم أيوة. س زائد 3. يعني انا الاول هاخد عامل مشترك س وافتح قوس وبعد القسمة هيتبقى س زائد 3. طب انا عايز اقول الحته دي، الحته دي عباره عن عاملين مضروبين في بعض س في س، والحته دي عباره عن عاملين مضروبين اللي هم 3 3 في س. فلاحظت ان س ساكنه في البيت ده وساكنه في البيت ده، فهاخده مره واحده بره، فتبقى لي هنا السناية وهنا التلاتاية الحمد لله، يبقى انا خدت عامل ايه مشترك. المقام برضو المقام ده مقدار ثلاثي بسيط. حضرتك حكمت على طول ولا سالت الاول في عامل مشترك؟ سالت نفسي الاول في عامل مشترك ولا لا. طب ما تيجي بس مستر عادل قال لنا دلوقتي الحته دي بقى. تمام استاذ محمد سجل، تعالوا نشوف ترتيب التحليل عشان ما فيش مساله تضيع منك. نمره واحد خطوات التحليل. استاذ محمد هيكتب على الداتا، شوف على الداتا رقم واحد نرتب. يبقى نمره واحد هنرتب. نرتب تمام عشان ايه؟ اعرف اشتغل ارتب حسب قوه س التنازليه او التصاعديه. بالظبط تمام. هتقول لنا كده الداتا شو يا جماعه لو سمعتوا؟ الداتا عند استاذ محمد. تمام طيب اهو انا عندي هنا اول حاجه حضرتك كتبتها، نرتب حدود المقدار الجبري حسب قوى س تصاعديا او تنازليا. ده اول حاجه طبعا اللي هو تنازليا. هيبقى قدامي المقدار اساله تمام هل فيك عامل مشترك ولا لا، اوعى تنسى. حاجه اخراج العامل المشترك الاعلى ان وجد. اهو بقى الورقه دي حجاب، شيلها كده عشان تحرسني من الخطا. تمام علقها قدامي في البيت. علقها تمام. ادي اول حاجه. تاني حاجه ثلاثة أشوف بقى المقدار اللي قصادي هل هو اذا كان ذو حدين المقدار به حدين يبقى هو اما فرق بين مربعين. يبقى طلع بقى كده هنا ايه خريطة كده جميلة. اهو ممكن يبقى عندي الشكل ده. بس بسرعة استاذ محمد عشان ما نضيعش وقت. يا اما هنا فرق خلينا زي ما احنا عدتها يا جماعة. فرق بين مربعين او فرق
أو مجموع مكعبي. مكعبي. طيب ما طلعش ده ولا ده، طلع الورقة سيدنا أستاذ محمد فوق. اتفضل. طلعها كمان كمان تمام. طلع الورقة بس، خلي مجموعة الورق زي ما هي. اتفضل. رجع بقى الورق تاني زي ما كان. طيب ده أول حاجة. طب تاني حاجة ما طلعش مقدار ثلاثي، ما طلعش مقدار مربع. ما طلعش لا ده ولا ده، يبقى بصي بقى شوفوا مقدار ثلاثي. هل هو ثلاثي ولا لا؟ أربعة. مقدار ثلاثي. سواء كان بقى المقدار الثلاثي. أول سؤال نسأله هنا، أول سؤال نسأله. أول سؤال نسأله بقى، هل المقدار الثلاثي بتاعي في صورة مربع كامل ولا لا؟ يبقى أول حاجة صورة مربع كامل، ألف. اللي هو مربع كامل. تاني سؤال، مقدار ثلاثي بسيط ولا لا؟ بسيط ولا لا؟ طب نكتب بسيط ولا لا؟ مقدار ثلاثي بسيط. بعد كده ينحلله بالمقص، نستخدم القانون والموضوع خلص في المقدار الثلاثي. بناتي وابنائي، اذا كان بالتقسيم هيبقى قليل جدا، لكن تعالوا نشوف بقى التطبيق اللي قاله الاستاذ محمد على تحليل هذا المقام. قال له س تربيع زائد س ناقص 2، فقال له طب انا هاخد المقام هنا واعمله مقدار ثلاثي بسيط، لانه جربت عليه كل التحليل بخطواته فوصل ان ده مقدار ثلاثي بسيط. اختزل يا استاذ محمد. لا تاني خطوه مباشره اتفقنا مستر عادل. اكتب المجال. يا نهار ابيض كنت هختزل. لا مهمه جدا. يبقى اجيب المجال. تحليل ثم المجال المشترك. اهو بقى ثانيا نحدد المجال المشترك، والمجال المشترك حفر اصفار المقام. طب اجي هنا، ادي هنا صفر بسالب 3، سالب 3، الصفر الثاني س بتساوي 2، الصفر الثالث س تساوي سالب 2، ماشي، والاخير س تساوي 1. يبقى انا عندي ح فرق اصفار المقام. يلا ننزل المجال. نزل المجال بتاعنا، ح فرق سالب 3 و2 وسالب 2 و1. طب هنا بقى عايز ابص في الحته دي يا استاذ محمد. اتفضل. ح فرق كام؟ سالب 3 وكام؟ و2. ايوه. وسالب 2 و1. طب السؤال بقى، هو هل ينفع سؤال في الأول. لا من ولا سؤال اول ولا اخر. هل ينفع ان انا اعوض س بسالب 3؟ لا طبعا. طب س ب2؟ تنتمي المجال في الحاله دي. طب س ب2؟ س ب2 لا. طب س بسالب 2؟ لا. طب س بواحد؟ واحد لا برضه. يبقى دول لا. طب انا عشان نفتكر بس ان دول لا. طيب انا بس حطيت الحته دي عشان مع استاذ محمد نفتكر. ثالث خطوه نختزل او نختصر العوامل المتشابهه هنا. في عمليه الضرب بقى سهله جدا، لان انا ممكن اختزل بسط ومقام الداله الاولى مع بسط ومقام الداله الثانيه. يعني اقدر اقول ان س ناقص 2 في الداله دي مع س ناقص 2 في نفس الدالة، وس زائد 2 في الدالة دي ممكن اشيلها مع س ناقص 2 في الدالة الثانية، ودي من خواص عملية الضرب. الضرب. فانا هشيل س سالب 2 مع س سالب 2. انا عايز امشي خطوة خطوة كده، اهم دول مع بعض مش كده؟ تمام. اطيرهم. طيب مين تاني يا استاذ محمد؟ س زائد 2 مع س زائد 2 اللي هم دول يا استاذ محمد؟ ايوه. نطيرهم بالظبط كده. تمام. وعندي س زائد 3 مع س زائد 3 اهم، ادي بسط ومقام. ايه ده ايه ده، ما فضلش. يبقى كل المتبقي معانا بسط واحد في س والمقام واحد في س ناقص. طب شكلها بس واحد. انا عايز اعدلها. بص كده انا اعدلها كده يا استاذ محمد. ايوه بس. أي خلاص. يبقى ده اللي فضل. تمام. طب الحمد لله انا جبت نون س في ابسط نون صورة. واحد س في نون اتنين س، وكأن جبت نون س في ابسط صوره. تمام. كان في سؤال تاني بس بناتي وابنائي بعد ما يخلصوا الامتحان يجي يقول لك ايه السؤال الثالث ده، كان فيه فقرتين الف وب. ما شفتش بقى الجزء الثاني. حل دي والمساله خارج مبسوط وبتاع وناسي ان انا عندي فيه ب في السؤال اللي هو اوجد قيمه نون س عندما س تساوي 3 بالظبط، او اوجد نون 3. طب نشوف كده. تمام. تنسوش. طيب عشان الاستاذ محمد يقول لنا علاجها ازاي. هو عايز نون 3. هو المجال بتاعي كان ايه يا استاذ محمد؟ كان ح فرق، كان فيها فرق الثلاثه، ما كانش فيه 3. يعني من حق من حق اعوض عن السين ب3. من حقي، لان ليس في اصفار تنتمي للمجال، لان الثلاثه تنتمي للمجال. بالظبط كده. تمام كده. يبقى انا هشيل س بسط واحط مكانها 3، س في المقام احط مكانها 3، و3 ناقص 1 يساوي 2، يبقى ناتج يساوي 3 على 2. طيب ده اجابه الجزء الثاني من السؤال. الجزء الاول من السؤال كان عايز نون 2. طيب نون 2 هلاقيها موجوده بقى عندي. موجود. يعني مش موجوده في المجال. بالظبط كانت فيها مكتوبه الاثنين. فرق اصفار المقام. يعني المجال بتاعي كان فرق اصفار منها الاثنين، عشان كده عيب معوض. ليس لها. عيبا معوض بديه. بالزبط. فاقول له يبقى ليس لها وجود. يا سلام كده احنا خدنا معنى ده الجمع الجبريه والطرح، خدنا الجمع وطرح وضرب الكسور الجبريه. طيب كلمنا عن اسمه الكسور الجبريه يا استاذ محمد. تمام. اتفضل. عشان اقسم بقى كسرين جبريه بس فكرني الاول بالعمليه القسمه البسيطه اللي خدناها زمان. تمام. لو قلت مثلا برضو 2 على 3 على 5 على 7. نعم. عشان اقسم دول كنا بنكتب 2 على 3 و4
وتحول القسمة إلى ضرب، واكتب المعكوس الضربي للمقسوم عليه اللي هو 7/5. كده تحولت من اسم لضرب. هنا بقى حتة المعكوس الضرب. نرجع بقى بناتي وابنائي، المعكوس الضربي، اصل الضرب له خواص. تمام. اولا عملية الضرب زي ما خدناها في اعداد الحقيقية والاعداد النسبية كل الاعداد كان عملية الضرب فيها عملية ابدالية، يعني نون واحد في نون اتنين يساوي نون اتنين في نون واحد، يعني هي عملية ابدالية. طب تعالى نشوف كده خواص عملية الضرب بسرعة كده نراجعها. خواص عملية الضرب، اول حاجة مهم جدا الابدال، يبقى الضرب في الصورة الجبرية تتمتع بخاصية الابدال. طيب كمان تتمتع بخاصية الدمج، ان انا ممكن اقول له 2 في 3 في 5 اخد 2 في 3 لوحدها وبعدين اللي يطلع اضربه في 5، دي اسمها دمج، يبقى دي عملية ايه؟ الدمج. كمان وجود العنصر المحايد الضربي وهو الواحد. الواحد يعني ايه العنصر المحايد الضربي؟ يعني لما اقول له في دالة اضربها في واحد تديني نفس الدالة، وكأني بقول لك 5 في واحد ب5، العنصر الذي لا يؤثر بيدينا نفس الناتج. هو بيسمى عنصر محايد ضرب. نعم. ثالث حاجه بقى المهم جدا المعكوسات الضربيه، والحته دي مهمه قوي. كلمه معكوس ضرب يعني ايه؟ بقلب البسط مقام مقام والمقام بسط. طيب لو انا اديت لحضرتك مساله س زائد 1 على س زائد 5 ونبي تكتبها يا استاذ محمد، خلي بالكم عقبال ما استاذ محمد يكتبها بيقول لي ايه؟ س ناقص 1 على س ناقص 5، هات المجال، بيقول لي لها معكوس ضربي في ح، لها معكوس ضربي. اقرب ان له معكوس ايه؟ ضربي. تعرف تجيب يا استاذ محمد المعكوس الضربي لهذه الداله؟ كلمه معكوس ضربي يعني ايه؟ هرمز له بالرمز كده نون اس سالب 1 س. طب يا بناتي نرجع بقى، بس هنطلع لفاصل مع بناتي وابنائي، فاصل دقيقتين كده ونرجع تاني. اهلا بيكم بناتي وابنائي مره تانية. يا استاذ محمد كمل لنا بقى السؤال انت كتبته. طيب. حضرتك قلت لي نون س تساوي س ناقص 1 على س ناقص 5. تمام. لها معكوس شاور ضربي. شاور بقى كده يا استاذ محمد. لها معكوس ضربي في ح. اللي هو نون اس سالب 1 س. نعم. اول حاجه خالص انا بكتب المجال، مجال نون اس سالب 1 بيساوي ح فرق مجموعه اصفار البسط والمقام. ليه بقى؟ لان في وقت من الاوقات المقام هيبقى مقام والمقام بسط. ماشي. وطبعا نون اس سالب 1 س بخلي البسط مقام والمقام بسط، هيبقى س ناقص 5 على س ناقص 1. طب معلش يا استاذ محمد انا طبعا كنت عايز الوقت بيجري بقى، وانتم عارفين ان انا كل املي، لكن انا متواصل معاكم على الصفحه كل بناتي وابنائي مدرسه على الهوا ابتدائي واعدادي، حط السؤال وان شاء الله نجاوبه. بناتي وابنائي بنشكر استاذ محمد حسن، الف شكر استاذ محمد. بشكرك يا استاذ علي، وبشكر بناتي وابنائي طالبات وطلبه الشهاده الاعداديه. وشكرا لكم بناتي وابنائي، على امل اللقاء في حلقه قادمه. كان معكم عادل عبد الموجود، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.